السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي النهاردة معاكم أقول لكم على شوية حاجات كده إحنا عملناها في تسجيل وزارة القوة العاملة وكلنا غلطنا فيها. أولا في مواقع كتير قوي أو في روابط كتير قوي كانت محطوطة على الفيسبوك، كل الروابط دي أو معظمها مش صحيحة، تسجيل بيانات مزيفة. فاللي سجل بياناته حوالي 1,000,000 أو 1,200,000 أو 1,500,000 1,500,000 هما اللي اتسجلوا في الوزارة حقيقي، أما الباقي كله ما تسجلش. فالموقع دوت اللي هو أو الرابط اللي كان غلط ده كان فيه بعض البيانات مختلفة خالص أو معظمها قريب من بيانات وزارة القوى العاملة نفسها، زي هنلاقي مثلا رقم الموبايل في وزارة القوى العاملة الموقع بتاعها هنلاقي رقم الهاتف، وهنلاقي الحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد والمحافظة مؤهل دراسي موقف العمل الحالي جهة العمل الحالية. الكلام ده مش هنلاقيه على موقع وزارة القوى العاملة. هنلاقي في وزارة القوى العاملة هنلاقي العنوان، النشاط التابع له، المهنة، الموقف من التأمين، موقف العمل الحالي، بيانات الشكوى أو الطلب. وهنلاقي فيها تسجيل لما نيجي ندخل على الصفحة، هسيب لكم اللينك تحت بتاع الموقع بتاع وزارة القوى العاملة. وكمان في حاجة عاوز أقولها، إن التسجيل بيبقى من الساعة 6 الصبح لحد حوالي الساعة 3 4 العصر، فمعظم الناس بتيجي تسجل بتلاقي من بعد الساعة 4 5 الموقع ما بيفتحش، وده حقيقي ما بيفتحش لان هما بيقفلوه عشان العدد عليه كبير جدا، فشغال الصبح بس. فاللي عاوز يسجل يسجل من الصبح لحد الساعة 4 5. فهنلاقي بقى في التسجيل، هندخل على وزارة القوى العاملة هنلاقي تسجيل البيانات بتاعة القوى بتاع العمالة الغير منتظمة، هندوس عليها هتظهر لنا صفحة بتقول فيها بعض البيانات أو التعليمات، هندوس على اضغط هنا للتسجيل، هيظهر معانا نفس الرسالة اللي كانت فيها الـ النصائح وبعض التعليمات، نفس الـ الكلام مكتوب بالظبط. وبعدين هنلاقي جوه بقى الاسم الرباعي، وهنلاقي الرقم القومي، وهنلاقي رقم وهنلاقي النوع، وهنلاقي رقم الهاتف، وهنلاقي المحافظة، وهنلاقي العنوان والنشاط التابع له، والمهنة، الموقف من التأمين، موقف العمل الحالي، بيانات الشكاوى أو الطلب. دي اللي موجودة في وزارة القوى العاملة الأكيدة. فمعظمكم ما سجلش، فاللي سجل 1,500,000، فالمفروض إن أنت ترجع تاني تسجل، لأن القوى العاملة أصرحت وقالت إن يوم الحد الجاي القادم بإذن الله هيبقى فيه صرف ال 500 جنيه، وهتبقى هتجيلكوا رسائل على الفون بالارقام اللي انتوا نزلتوها، هتجيلكوا عليها الرسائل كلها، هتجيلكوا فين المكان اللي هتاخدوا منه الفلوس. وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان المنحة هتبقى 3 شهور بإذن الله تعالى، ويا رب نلحق كلنا نسجل تاني، ان دي مشكلة كبيرة كلنا وقعنا فيها. بتمنى لكم الخير.